صحتين وهنا. على قلبك. شو وين الولاد وأحمد وإنجي؟ ليش ما عم يتعشوا معكم؟ في شي؟ إنجي وأحمد طلعوا سوا والولاد خلصوا أكل وراحوا من شوي. ناوليني المي لو سمحتي. شكراً لك. بتعرفي إنه جونش صدقت كلامي وما شكت فيني أبداً؟ مو هيك جونش؟ صح، صدقتك. معناتها خلص سكرنا على هالموضوع. ألف مبروك. شكراً لك. خير شبك؟ ليش حسك مو على بعضك؟ لا ولا شي، أنا منيحة. شو عملتي اليوم؟ طلعت من البيت وتفتلت شوي. ليش ما مرقتي على اليخت؟ كنت ناوية إني أمرق لعندك بس غيرت رأيي وتكسلنت. ليش؟ كنت تعبانة. في أخبار عن ظفر شي؟ يا ريت نسكر على موضوع ظفر نهائياً هالوك. ليش لحتى نسكر عليه؟ خلينا نحكي فيه بما أنه مرتي يعني كتير حابة أنها تشوفه لظفر. ما عاد بدي شوفه، ما في داعي. وليش غيرت رأيك فجأة؟ يعني بلا ما نوجع راسنا بالموضوع، هيك أريح للكل. بفهم إنه أنت ما عندك فضول تعرفي وينه أو شو صار معه؟ مو قصدي هيك، أكيد أنا بتمنى يكون لساته بخير. على فكرة أنتوا لازم تكونوا مبسوطين إنه طلع من حياتنا وما عاد رح نرجع نشوفه لظفر بنوب. هلوك شو بك اليوم؟ ملاحظ إنك عم تحكي بطريقة غريبة؟ مزبوط، صاير غليظ وكلامي بلا معنى وبايخ. ليك صح الزلمة ما بيعني لي بنوب، بس ما بتمنى حدا يأذيه، فهمت علي؟ طبعاً حبيبتي فهمان عليكي، لا تضايقي حالك. مو جاي على بالي تعشى اليوم، لهيك أنا بدي أعتذر منكن. طالع لأرتاح شوي، خليكي. بستأذن، لازم نام، بدي فيه بكير، عندي شغل كتير ضروري. تصبح على خير. وأنت بخير. شو اللي جابك لهون إنجي؟ اجيت لحتى اعتذر منك، غلطت بحقك، سامحني. لا تعتذري. ليك أحمد، أنا بحبك وما فيني بدونك، عم ساوي هيك لأني بخاف أخسرك. إنجي بكفي. أحمد افهمني لو سمحت، أنت أهم شخص بحياتي وشي طبيعي إني غار عليك، لا تزعل. تسمعي مني هالنصيحة إنجي؟ لازم تراجعي طبيب نفسي بأسرع وقت. هلأ إذا كنت بعشقك بكون مريضة نفسياً؟ قلي. علاقتنا انتهت وبصراحة ما فيني كفي حياتي معك. شو بتقصد؟ لازم ننفصل. We'll be right back.
مرحبا. هي انتي؟ انا بعثت لك من تليفون سافاش، بتمنى ما تزعلي مني. شو بدك مني ميليسا؟ حابه اتعرف مو اكتر. فيكي تتعرفي علي بوقت غير هاد؟ قلت اذا بعثت مسج بهالوقت رح تقولي انه سافاش بده اياكي ضروري كتير وتنزلي لتشوفي. انتي لوين بدك توصلي؟ بدي اقلك شكرا على اللي ساويتي. لعلمك انا عملت كل هالشي بس مشان سافاش. ليكي وقفتك مع سافاش عن جد كتير بتعني لي، وبتشكركن لانكن دورتوا علي. شو حاكي لك سافاش عني؟ هاتي لشوف. سافاش بحبك من كل قلبه، وانا اجيت اليوم خصوصي لاتشكرك لانك وقفتي جنب حبيبي بغيابي. ليكي اسلوبك بالحكي معي مو ظريف ابدا، لهيك انتبهي على كلامك احسن لك. مستحيل اني انسى وقفتك معه، صار دوري لاعتني فيه. تصطفلي منك إلو، انا ما دخلني، وحبوا بعضكم كيف ما بدكن ما بيهمني. شو اللي جابك؟ توشا سرقت السيدي وعم تهددني فيه. كيف؟ ما بعرف كيف هيك صار، بس شكلها سرقته من الشنطة تبعي. ايه، هو انت ليش مكبرة هالموضوع كل هالقد؟ علي معقول القصة ما تهمك بنوب؟ ما انا بالاساس كان بدي فرجي الفيديو للكل، خليها تشوفه، وين المشكلة؟ علي الفيديو ما بيأثر غير عليك، انا ما بضرني بنوب. يعني بفهم انت اكلي همي هلا؟ علي نحن لازم نتصرف فورا. محلولة بس لازم تتحرك فورا. ايه رح اتحرك وروح على التخت، وهالموضوع ما بيهمني. سلام علي. طفي الضوء راكي.